السلام عليكم واسعد الله مساءكم بكل خير اليوم سنقدم لكم هذه الطريقة الاحترافية لزراعة بذور البرتقال وهذه الطريقة التي ستشاهدون اليوم هي من أنجح الطرق لهذه الزراعة متابعينا الكرام في البداية نود أن نعرف من أي بلد تتابعون صفحة تعليم الزراعة مع عبد المولى العماري وأيضا إذا كانت لديكم بعض التساؤلات في مجال الزراعة بصفة عامة أو زراعة البرتقال من خلال الأقلام أو من خلال البذور فنحن سنجيب عن جميع تعليقاتكم بدون أي استثناء والآن مشاهدينا الكرام فسوف نمر بكم مباشرة لكي نعرفكم على خطوات هذه الزراعة فبالنسبة للخطوات فهي سهلة وبسيطة يمكن لأي مزارع سواء كان مبتدئ في علم الزراعة أو محترف أن يقوم بزراعتها بنفس الطريقة واذا اردتم الحصول على نتيجه مضمونه وناجحه 100% فما عليكم سوى اتباع جميع الخطوات التي سنقوم بها في هذا الفيديو خطوه بخطوه وكما تشاهدون وتعلمون في فيديوهاتنا السابقه نحن دائما نقدم لكم طرق زراعيه سهله وبسيطه يمكن لاي شخص ان يقوم بها وايضا جميع الزراعات التي نقدمها لكم لا تكلف منكم الكثير من الجهد ولا الكثير من المال فقط تحتاج منكم الا القليل من الذكاء والخبره وغدا ان شاء الله في نفس الوقت على الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وعلى الساعة العاشرة بتوقيت السعودية سنقوم بانزال فيديو جديد وزراعة جديدة ان شاء الله كونوا في الموعد والان متابعينا الكرام سنمر للخطوة الموالية وهي عملية استخراج البذور ويجب استخراجها بهذه الطريقة التي ستشاهدون الان امامكم في الصورة حتى تتمكنوا من الحصول على نتيجة مضمونة وناجحة 100% والآن مشاهدينا الكرام فسوف نذكركم بقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم زرع زرعا أو غرس غرسا فيه يأكل منه طيرا أو إنسانا أو ويمة إلا وله فيه أجرا كبيرا والآن متابعينا الكرام نود أن نعرف إذا كانت لديكم بعض الطلبات أو بعض الزراعات نقوم بزراعتها في هذا الشهر فبناء على طلباتكم سنقوم بالزراعة إن شاء الله والآن متابعينا الكرام وكما تشاهدون الآن في الصورة لقد انتقلنا للخطوة الموالية وانتهينا من عملية استخراج البذور والآن سنقوم بري التربة جيدا حتى تتمكن التربة من شرب المياه بشكل جيد والآن سنمر للخطوة ما قبل الأخيرة وهي الخطوة الأساسية في هذه الزراعة وهي زراعة البذور بهذه الطريقة. التي تشاهدون الان امامكم في الصوره اما الان فسوف نمر للخطوه المواليه وهي وضع طبقه رقيقه من التربه والان متابعينا الكرام لقد وصلنا الى نهاية الفيديو نتمنى ان ينال اعجابكم وان تستفيدون منه ولو بالقليل واذا اعجبكم لا تنسوا ان تشاركونه مع اصدقائكم واحبائكم ولا تنسوا لايك ومتابعة للصفحة فقط لدعمنا لكي نستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة والمختلفة اذا مشاهدينا الكرام مع السلامة نلتقي في فيديو جديد وزراعة جديدة ان شاء الله كونوا في الموعد كان معكم الاستاذ عبد المولى العماري من قناة تعليم الزراعة فارمين ايديكيشن